السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد عن المزرعة. بهذا الفيديو بدنا نبلش تربية الغنم. طبعا ايش بده؟ معدات، كل شيء رح نجهزها. طبعا اليوم رح يساعدني سلمان، وبالاضافة لعبد الغني الاخونا الجزائري وسلمان العراقي. رح نسوي كل الخطوات واحدة واحدة. يا هلا بيك. رح نسوي كل الخطوات واحدة واحدة، وهلا خلينا نبلش نشوف شلون رح نبلش. ايش الغنم ايش بده؟ طبعا الغنم بده عشب وبده مي، بس هذا اللي بده اياه. هلا خلينا نبلش. هلا رح يبلش اول شيء عبد الغني رح يروح يجيب الارض، يحط لها جير، وسلمان رح يكون جنبي. خلص تروح جيب عبد الغني يجيب الجير. خلينا نبلش. اشتري عربيه هي لونها حمراء وعليها عبد سلمان. هلا الحين هلا حبيبي بدنا ناخذ تراكتور ونروح نجيب مي بهذيك الصهريج. طبعا سلمان اول فيديو له معنا واول مره بينزل بالمزرعه، فما راح يكون عنده خبره جدا عاليه. امشي وراي سلمان. شايف هون هذا الصهريج المي؟ علقه. بدك شهاده تسويق انت بالاول يا سلمان. ارجع لنا علق المي، روح عبيها مي. بدك بتصف التراكتور هون على الحرف، حرف المي مشان تقدر تعبي. نزله كمان. زين نزل الدولاب بحرفه بالمي. نزل كمان، ما طلعت عندك حرف الار. اي حاج، روح على اليسار. تمام، هلا طلع عندك حرف الار. حاج تنزل اكثر من هيك. طلع عندك حرف الار ما؟ تمام، بلش عبي. ايه عم بعبي. سامعين الصوت؟ نظامي. هاي هون جينا لعند الكلس، لعند عبد الغني. عبد الغني طبعا هون وصل. اورجيكم الموقع على الخريطه مثل ما كنتم شايفين، او راح افتح هاي الخريطه الثانيه الكبيره افضل. شايفين نحن هون وينها؟ نحن هون شايفين ليم ستيشن بهي النقطة هون. نقدر نعبي، نجي نوقف التراكتور جنب هاي. تحت. بعدين شايفين مثل ما فوق انه نقدر نعمل تعبئة. تقدر هون تحدد نوعه، طبعا ما في غير ليم، كله ستار. طبعا واحد يضل يعبي حتى بيتعبى خالص يفلل. طبعا هذا مشان ايش يهمنا؟ بيهمنا للارض، لانه الارض لها كلس، مشان يعطي زحطيت كلس مع شو اسمه سماد بيعطي 100% قوة. اما اذا ما حطيت سكيلز بيعطي 50% السماد. الكلس كثير مهم. هاي كمان فيها تاخذ سماد يا بعرف تاخذ سماد وتاخذ كلس، وكمان تتحمل لغير شيء. فيها شيء ثاني يتحمل القلب، بس ما بعرف شو كمان. في شيء ثاني كمان تعبت. سماد صلب يعني، في سماد صلب. سماد كلس. بعرف. تمام، هلا هيك تعبت، راح يترك العبد الغني هو راح يجيبها. راح افرجيكم الارض. الكلس لكل الزرع؟ ولا فقط لا للاراضي الكلس، لكل الاراضي بدها كلس. مثل ما انكم شايفين هي الارض كل ما تطلب فيه بطاقه معلومات، يعني شايفين هون الارض بتطلع لك بطاقه معلومات. شايفين هون تحت في الارض بدها كلس. شايفين مكتوب needs ليم، كان مكتوب needs بلونج. طبعا احنا حرثناها بهذاك المحراث اللي عندنا اياها. الارض نظامي ما بدها شيء، بس هون انه مثل انه كل فتره بدها تقليب اكثر. شوفوا مثلا هون ما بدك. هنا تعال عندي. شوفوا مكتوب موقف سلمان، شوفوا مكتوب نيد بلوم. ليش؟ لانه الارض لسه بدها كمان حراسه. فتحسوا هذا المحراث اللي انا مركبه هو صحة كبير، بس ما يغرز كثير بالارض ويجرف مثل هذا المحراث. شايفين هذا روسه كثير ناعمه، فنحن بدنا روس اكبر نحط هذاك، لانه هيك مثل ما يقول غرفته اكبر فيحرس الارض بشكل اكثر. نروح لعند سلمان. سيد سلمان، تعال سلمان انا بشرك. امشي وراي هيك، طالع من هون، طول من هون، صفهم المي. شوفوا المحل هي تبعت المي. الغنم بده مي. شوفوا تعرفوا ايش الغنم بده؟ تكبسوا هون بتشوفوا هون بده ويتر. طبعا هون طلع لي حرف الاي، بدك تورجي انت انزله. اي كبس اي حرف الاي. تمام، انت صور لحتى تورجي كيف. شوف تكبس حرف الاي يبلش يفضي مي. طبعا هذا الثاني الصفر لهذا القدام المحطوط، شايفينه شلون؟ هلا هذا عبى مي. هلا نحن نتركه هون، بس احتاجينا مي منه نرد نجي نفضي. بس في مشكله هلا هون، في عندنا كاتبين النظافه الكلينكس 47%، فنحن لازم ننظف مكان الغنم حتى يعني تصير يعني اصح. وهون كاتب لك انه بدنا نجريس، وهاي صار عنده 26 يعني بدون شوي، فلذلك رح نزرع هنا هاي الارض له. هلا بدنا لازم نحط للارض ليم مثل ما انتم شايفين. طبعا كله هذا مشان نطالع جريس. الجريس بيفيدنا مشان مشان الغنم، اكل الغنم. طبعا اول شيء اعطينا ما يضل بده جريس. لسه هنا شوي عبد الغني. فيك تجي؟ هنا شوي. انا بشغل عامل وخلصنا. بس انا بس اشغل العامل هي هيك وبلش ارش. طبعا الليم يستهلك بكميه جدا كبيره، شايفين الرقم شلون بيطير طيران؟ هي هيك. وبعدين هلا بس اصل اخرتها بشغل عامل مشان لفه التراكتور بتكون اهون وبيجيبها على السيوي. طبعا هون الشجر المقصقص قصقصناه انا وجيني رول على اساس كنا بدنا نحط البيت تبعنا، بدل ما نحطه هنيك كنا بدنا نحطه هون، لان هي منطقه ميته بس ما قدرنا.
فجوز نحطهم الدجاج، بكره نسوي مدجنة الدجاج او نعمل مكان مثلا للبقر او للحصن. طبعا الحصن في كمان له في شيء كمان شفته، مكان ساحة تدريب انك تدرب الحصان قبل ما تبيعه، فكتير جميل هذا. شو انا اشتري الغنم بس اللي بتخليه قبل البذور ولا بعد البذور؟ قبل، نفس الشيء انا شفته نفس الشيء، بيطلع لك قبل وبعد نفس الشيء، ما في فرق. بس نحن هيك مشان يكون مراحل يعني، عشان يبين، فهمت علي؟ مشان ما يصير يتضربوا الماكينات مع بعض. طبعا التراكتور ما بيقدر يمشي لانه الوزن اللي شايله جدا كبير، فما بيقدر يتحرك بكل سلاسة. طبعا في مودات ممكن تشوف الاراضي هيك بشكل مدور، هذوليك المودات نزله يكون افضل، يعني الشغل فيها اسهل بكثير. يعني تلاقي واحد بس عم بيفتري بشكل دائري حلزوني دائما، هذا اشي كتير جميل وكتير مفيد. اما هون شكل مستطيل هو افضل للعمال، لما تحط عمال بيشتغلوا معك بشكل مستطيل افضل. اما ما تكون شكل حلزوني تشتغل في ايدك افضل، لانه العامل ما بيعرف يشتغل بشكل حلزوني، بيشتغل بشكل مستطيل. يعني حتى لو حطيت مثلا بنص الارض بيمشي مستقيم، ما بيلف لفافان مثل ما انا بلف. لا راح افرجيك انا كمان شلون نشتري الغنم. طبعا الغنم وقت نشتريه فيه مشكله، انه لازم انت تروح تجيبه من سوق الغنم، مشان ايش؟ عشان تخفف على حالك مصروف النقل وهالشغلات هاي، تمام؟ بس هلا خلينا حتى الجريس ابلش زراعته، راح يطول وقت بين زراعته وحصاده والشغلات هاي. هو لازم نتعبي يعني فل على الساوي ولا ما في داعي؟ ما في داعي، فيك تعبي بس شو تحتاج يعني. لا قصده انه الارض، انه لا هي انه بس محل ما راح ما يتعبى ما راح يعطي منتج كويس للارض، عرفت شلون؟ يعني هذا الخط اللي ما محطوط عليه ليم راح يعني ما راح يعطيك بشكل ممتاز، يعني فهمت شلون؟ هاي الميزة. الليم ايش يساعده؟ بس في النمو السريع ولا ايش؟ بيفيد انه السماد وقت ينحط عليه بيعطي 100%، اما هلا اذا حطيت عليه السماد بيعطيك نسبة السماد 50%. اعطيني التراكتور يا سلفستر، تمام خذ. هلا راح اروح انا بشغل هاي الحصاد وراح نحط اللي راح نحطه انه يزرع لنا جريس. هاي جريس شفتوها؟ وبيسرع اللي بيسرع يا سلفستر؟ سرعة واحدة ما يفرق بالسرعة. خلينا نيجي نصفها. في شيء بيسرع السماد يزيد مو يسرع، بيزيد نسبة الحصاد. بس راح اشغل عامل هون اللي يفتحها، وانا حطيته يزرع جريس عشب مشان يفيدنا مشان الغنم. راح يبلش طبعا، انا ممكن شايفين الخط التحتاني هو العشب، هي شرط الجريس عشب، ومن فوق السماد انا حطه للماكينه. طبعا هذا الحلو بالتراكتور، هذا اكثر شيء عجبني انه سريع جدا، صاروخ. خلينا نروح نشيل هذا التراكتور الضخم. هي بعرف طول بالك راح اشوف شنو راح احطه قبل ما اشحن الصوت. طول بالك لهون مثل ما انتم شايفين، بدنا نيجي لهون بس هون على الساحه تكبس حرف الار، بتكبس حدد نوع الغنم اللي بدك اياه. بس انت وقت تحدد، بس خلينا نبيع كم غنمه من هون، تمام؟ خلينا نبيع شيء 10 confirmation، تمام. هلا هون اذا شايفين، اذا بدك تيجي تشتري رح شوف شو حاطين، عملوا لي $100 على الجلب. طبعا نحن مشان هالموضوع هذا رح اروح اخذ تراكتور ونروح نجيب نشتري عربيه نقل الغنم، وبنفس الوقت تفيدنا لحتى ننقل البقر. خلينا ناخذ هذا التراكتور الكبير. تعال عب سلمان خذ انت التراكتور هذا الكبير وعلى الشوب، رح اشتري لك اياه وتلاقيه بالشوب. ايه الاصفر انا جنبه كنت. طبعا هذا التراكتور هو الافضل، لان هاي سياره شحن صينيه مبنيه، ونحن هذا متوسط حجمه كتير كويس، بس 6 غنمات اللي نحن بعناهم بدالهم، تمام. راح نشتريه. طبعا هاي الطريقه الاولى، اذا انت ما بدك تشط يعني ما توجع راسك وما عندك حق ماكينه وهالقصص هاي. هلا روح عبد الغني. مو عبد الغني، سلمان وين انت؟ صرت عند الشوب. تمام تعال عند الشوب. انا هون عند الشوب مثل ما انكم شايفين، وهذا هو التراكتور، هي هي العربيه. هلا بدنا ناخذها ونروح نشتري غنم من هون من سوق الغنم. هذا هو سوق الغنم او سوق الحيوانات بشكل عام. بتروح انت لهنيك وتشتري الحيوانات اللي بدك اياها وتجيب وتجي. طبعا هنيك وقت تشتري ما بقول لك ما بتشتري غير الحيوانات اللي انت عندك اياها. شوف والله مثلا اجي لهون، طبعا كمان تيجي لهون اذا بدك، ما بدك من هنيك تيجي كمان نفس الشيء تكبس، بيعطيك كمان 100 ليره عمولة نقل الغنمة، تمام. فنحن قبل عمولة نقل الغنم هلا يجي لهون سلمان. سلمان شايفين وين موجود على الخريطة؟ خلينا نعلق هاي التريلا عشان نروح نجيب غنمات ونرجع. هلا هذا اللي اشتريته انت الحين شو فرقه عن هذا؟ هذا خاص لنقل الحيوانات، هذاك تريلا بتنقل فيها البضايع، تمام. انا راح اروح اعلق فيه على سوق الحيوانات. طبعا سلمان ما بيعرف هنا سوق الحيوانات لاني تلقون اول مره ينزل، فشوي ما عرفته شوي ضعيف. فراح نروح على سوق الحيوانات بين ما يخلصون زراعه الجريس بط امورنا. الارض الثانيه كمان تزرعها جريس عشب يا سيفستر؟ لا ما بده جريس، خلينا نزرعها خلينا نزرعها شعير. الارض الثانيه نزرعها فاصوليه.
طبعا انا بورجيكم كمان شلون اغير المحصول. هلا هون احنا جينا شوفوا، وقف هون، اي وحده باخذ بدك؟ شوفوا هون، ثواني شوي جايك. هلا هون بنروح على الغنمات اللي هم موجوده عندنا، مثلا هذا الغنم شوفوا اتنك، بس ما في عندنا اجور نقل، بس ندفع حق الغنمات. راح نشتري هدول البيض كلهم، تمام. لكن كان شيل 8 هي مو 7 8 مو 8، اه بنات واحد زياده صار عندنا، تمام. بس هيك كونفرميشن، تمام. هلا شوفوا اذا انتم شوفوا صار فيها غنم، تعبي غنم تاع سلمان سوق انت التراكتور. هذا راح ننزل منه، بس خليني ادور لك اياه. هذا شايفين هاي الغنم فيه، هلا بدنا نروح نفضيه وين؟ مثل ما يقولوا بالخان، يسموه بالخان. يلا اخذت التراكتور انا وجاي على المزرعه، تمام. هلا غنزك بس نحرف الواي، شوفوا كتب من هون تحت قمح، تحت كتب الشعير، راح نشغل على الشعير. طب خلينا نصفه مثل العاده. طبعا اللي فوق هو السماد الموجود فيها، طبعا شلون طريقه تعبئته ما بده، بس تجيب العربيه بتشتري السماد من الشوب من هون، تكبس هون، هون تشتري المحصول، وهذا هي المحصول اللي تحتني وهي السماد تشتريهن، بعدين بتجيب التريلا بس توقفها هاي من ورا، بتجيبها توقفها جنبها لحاله ببلش يعبي، تكبس حرف الار وبعدين لحاله ببلش يعبي لك الارض. هلا مثل ما انتم شايفين هون بلش نزرع، طبعا نزرعت هلا انا وصلت الغنم سوان. اه تمام وصلت فضيتهم. طبعا انتم كانوا شايفين هون صارت الارض جاهزه بليرد، شاي مزروعه هون، لسه ما انزرعت هون صارت. كيف فضل الغنم؟ كل لازم تفتح الباب عبد الغني. شوف رجع لورا، ما زبطت، ترجع كمان لورا، لازم اول شيء ترجع لورا. شو رايك بهاي الباب الصغيره ها؟ يفضي هون، هو لازم يتفضى هون. ثواني شوي، شو الاكس؟ اه هي وطيناها بالاول وار اوبن، اه تمام. هي هيك كيف توطيها يا بالاكس؟ الاكس تمام، هيك فضيت، تمام كونفرميشن، تمام. شايفين شلون فضيتها؟ طبعا تريد تكبس حرف الاكس بيعلي لك التراكتور. طبعا هي رح نصفها هون على جنب، حاجتنا الان لها ما لها، بس ان شاء الله الفيديو الجاي رح نشتري بقر ونربي بقر، نفرجيكم شلون رح ننقل البقر ونجيب البقر لهنا. طبعا احنا مكتفين بهي القطعتين ارضيه زراعيات، لاني شفت زراعه السكر قصب السكر موت، وزراعه البطاطا موتين. سالوا عبد الغني على زراعه البطاطا طفش ترك السيرفر، كنا نصور فيديو زراعه البطاطا قام ترك البطاطا ونهزم. طبعا انا راح اروح اخذ تراكتور، راح اجيب السياره اللي انا تركتها هنيك وافضيها التريلا بين ما يجهز المحصول. يعني تقريبا احنا خلصنا كل شيء، بس ضل علينا حصد الكريس. الان وقت النوم حتى نستنى المحصول تيطلع بكره الصبح. وهلا بلشنا النوم، رح ننام طبعا 12 ساعه. شو الساعه اللقب عبد الغني بين عندك؟ 19:45 يعني 7، يعني 12 ساعه ننام. 12 ساعه ننام مشان ليش ما نام؟ نام تمام. 12 ساعه نمنا حتى بكره الصبح نفيق، تلاقي الارض جاهزه مزروعه، بس نشغل الماكينات ونبلش نحصد فيها، تمام. صباح الخير شباب، ويلكم. صباح الخير. في شيء بيدك يا سلمان؟ سلمان عنده منشار. ايه لف الدولاب، لف الدولاب يطلع المنشار. اوه نسينا هون نشيل الود اللي طلع بالارض، يا الله. نيسا وين وين وين؟ هون 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 نسينا نشيل الود، طلع شوف العزله شلون طلع عليه. وهون وين وين؟ هذا لسه ما استوى. وين اداه الاداه؟ لف الدولاب، لف الدولاب لحالك تطلع الاداه. الزرقاء راح اجيبها، راح اجيبها. اين اداه الهاد؟ هاي ما تزبط، ما تزبط يا تبعيت الود هذا، خلاص صرعت لورد ما دي يزبط، خلاص بده ماكينه ثانيه، بده ماكينه تبع هي ترش السماد عليهم. خلاص تركم، مو ضروري، مو مهم، بس نسينا غلطنا، بس خلينا نسرع الوقت يا سيلفستر. شو اللي بيصير اذا طلع ورد مع الحصاد؟ الورد يعني وود، الود يعني مثل حشرات ضاره، فتنزل قيمه المستهلك، قيمه يعني اذا كانت مثلا نفرض هي رح تطلع مثلا كانت قبل ما يطلع الود مثلا يطلع 60% يطلع فيها تعبي التريل 60%، وبنفرض هي تطلع من 10 طن رح يطلع لها تقريبا ينقص تقريبا 3 4 طن، عرفت شلون؟ لانه بسبب انه في معي سيرفيس ادخل على الشوب بعدين على بعدين على الويدرز. هو بتلاقيها بال وينها يمكن هاي اسمها كروب، ايوه هاي كروب روتيشن، ثاني وحده حقها 30,000. طبعا هي بنفس الوقت ترش اسمده وترش اسمه، اشتريها هي والراس تبعها. طيب بس خلينا نوقف الوقت لكن يعني بسرعه. طيب خلينا نروح ناخذ هداك مع التريلا تبعته، طبعا بدنا نفصل الراس تبعه، فلذلك نحن عندنا كثير تريلات، فراح اشتري كمان تراكتور من الشوب. خلينا نروح على الشوب،
طبعا بدي اشتري هي ب 30,000 لانه 21 متر بتكفي، 36 متر كثير ضخمه، سعر الدبل يعني. خذ خذ تراكتور لعجلاته رقيقه يا سيلفستر، رقيقه اي مزبوط بشان شو اسمه. تمام هي اشتريناها، طبعا بده ماكينه ثانيه معه، بده هي هنشتريها كمان. طبعا هون كمان بده هي موسع، هي موسع المخزن، موسع يعني ليشحن اكثر. طبعا ال او هي اللي بده اياها، هدول الاثنين بدنا نشتري منهم. طبعا احنا بدنا هي لانه السماد ما بدنا، بدنا هي. طبعا هي تصير للسماد وتصير مثل التريلا هذيك، تصير لشيئين نفس الوقت. فخلينا ناخذ واحد وخلينا ناخذ تراكتور يكون دويليبو صغيره او صغيره. خلينا ناخذ هذا التراكتور، عجلات رقيقه، خلينا نعدله، طول بالك نحيفها يعني. خلينا نكبر الميتور الاول وبعدين. لا مو شرط لا بشان السرعه نحن نكبر الميتور هذا، ليش ما لوش اسمه. طبعا هي رح تضل مركبه على طول تلزم. تمام هي ب 1000 دولار. خلص ناخذ هذا التراكتور. تمام هيك بكفي، تمام نشتري. وهلق ننتقل للشوب لحتى نشوف شو اشتريناه. طبعا انا ليش مشتريهم كلهم ازرق؟ الناس تسال جدا، راح تسال اكيد ليش انت تشتري التراكتورات الازرق؟ لانه هو يعتبر الفئه المتوسطه بين التراكتورات بشكل عام. تمام خلينا هلا هاي حطها من قدام يا سيلفستر. هاي جنب قدام. تمام ثواني شوي، هاي بنجي لقدام. اول شيء بنعبي الكوست ار، شايفين عم نعبي المبيد، شايفين شرطه تحت اشاره مبيد حشري. طبعا هون تعبى شو في الترك، بس صار من قدام ثقيله صار يلوح صار ثقيل. وهي كمان ركبنا من ورا، بس كمان بدنا نعبيها من هون. شايفين شلون الخزان كبر معنا. تمام هلا ضل معنا تقريبا 30% بس، يعني 2000 اخذ كميه جدا كبيره. والله خلينا نروح الى المزرعه تبعتنا. طبعا اشترينا هات، انا ما بدي، بس اخترعوا علينا الشباب انه لازم نشتري. بس شوف الدويليب شلون كابسه لتحت بالارض من الوزن. واحلى شيء باللعبه انه الوزن له تاثير جدا كبير باللعبه. الله نصل عجب الجريس بده كمان مبيد حشري. طبعا هي بتفيد لشيئين، مو بس مبيد حشري، كمان بترش معها الاسمده اذا بدك. نقل صف هون. طبعا راح اشتغلها في ايدي لانه ما تحتاج كثير. ايوه صف 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 صف. لا ما في ود على الجريس. تمام نكبس حرف الاكس. طبعا بيفضل خزان، بنفضل هنا. شايفين شلون تحسها مثل الفراشه فتحت ايديها. تمام ونكبس حاليا فتحت. تمام هلا نكبس في، لا ما في في مشان ننزل. بعدين نكبس حرف البي ونبلش نمشي بشكل مستقيم. وشايفين شلون الزر صار يموت؟ هذا هيك صار يموت الود كله. طبعا في ماكينة تانية اذا بدك كمان تشتريها اكبر، هذيك بترش بشكل يعني انه بشكل ادق اكثر وما تأذي الزرع. بس هي يعني مناسبة كمان بتفيدكم عشان اذا بدكم كمان ترشوا عليها سماد، يعني في حال انه انت سرعت الوقت وما لحقت ترش السماد او ما عندك ماكينة انت اللي ترش السماد الضخمة هذيك، ممكن تشتري هاي تحط في قلبها كمان السماد. طبعا ديك التريلا الحمراء كمان بترش سماد حلو. يعني ما يمديك تعدل من حرف البي، لازم تروح للشوب. لا لازم تاخذ تركتور تروح على الشوب. نعم البي بس للشراء، هو شراء بس، اما البيع والجسم ما تروح. طبعا تقدر انت تنشو كمان من عندك هون، تنشو ماكينه للبيع وماكينه للصيانه وماكينه لكل شيء عشان ما تضل تروح وترجع وتعذب حالك. هلا بنشئ وحده بورجيكم شلون ننشئها. تعطى سليمان تمسك هذا، امسك كمل قيادته، كمل تمويت بالعشب. تكبس على البي، بتروح هون على إشارة البيت، شايفينه هذا الأخضر اسمه المينشن، هاي بتكبس عليها بتثبتها بشي مكان حطناها جنب البيت مشان يكون موقعها جيد. اها هون هون. طيب خلينا نديرها بالأول، خلينا ندير هاي هيك. تمام بدي بحيث ما تأذينا بالدخلة والطلعة، اهم اشي لانه الدخلة والطلعة تعتبر نقطة جدا مهمة لانه تمام هي هيك. طبعا مثل ما انكم شايفين هي راح تفيدنا بكثير شغلات. ركبناها،
راح تشوفوا مثلا مثل التراكتور بده شوية صيانة، تعال ناخذ معه تراكتور تاني بده شوية صيانة، اتوقع هاي المحراس بده شوية صيانة، خلينا ناخذه علق، تمام علق، وهلق بننزل لعنده شوف بنصف سلفستر الخواريف بدهم كليننج يعني 14% احمر كيف ننظف لهم سواء شو هلا بنشوف شو ننظف لهم بس طول بالك خليني بس اسوي هاي هون تكبس هون حرف الار تكبس هون ريبيرت يعني مسوي صيانه تمام سوى لك صيانه بدك تعمل له مثل تعديلات تكبس هون الكومبوزيشن وبتغير اللي بدك اياه خصائصه اللي بدك اياه بتغيرها تمام هاي بالنسبه الاولى هلا خلينا نقرب الثانيه نصلحها كمان لانه المعدات دائما لازم تكون تصليح فعشان ما نضل رايحين جايين على الشوب مشان التصليح لان في ماكينات جدا ضخمه اخذتها وجابتها شوي صعبه هون نعمل ريبلاي تمام هاي صلحنا اول ماكينتين طبعا هاي الصيانه الدوريه لازم تكون موجوده للماكينات نضل نعمل لهم صيانه خلينا نروح نرجع نصفه ونروح نشوف شو بدنا نسوي لهم تنظيف للغنم شلون بدنا ننظف للغنم والله سؤال جدا جميل شلون ننظف الغنم يا سيد عبد الغني ها شلون ننظف لهم طب ما ادري هسه نظفت هسه نظفت لهم شوي شلون نظفته من هون ثواني جاي لعندك وين ما تحط العشب هذا اللي بيطلع لبرا مو اه يطلع لبرا بعدين تاخذ بهاي التراكتور اللي شو اسمه اللي عنده من قدام هالحمال يعني. وين حطيته؟ هذا هون تحطه هون بعدين تكب يعني رجعته هون على الصف هاي ما؟ ايه طبعا نشوف التنظيف لسه وسخ ما نظف لا في طريقة ثانية ما بتوقع هيك طول بلا في طريقة ثانية نعملهم كلينكس لان اذا ما عملنا كلينكس رح يموتوا بعدين طول بلا خلينا نشوف شلون انا منهم كلينكس للغنم اتوقع هو مثل ما قلت هي بس النهايات خالصين هو لازم ننظف نحن هون هاي المنطقة بس نظفنا هاي المنطقة خالصين تمام مثل ما انكم شايفين شباب هلا بلشنا اول شيء بعد ما طلع العشب طبعا جبنا هذيك الماكينة وبلشت تفلح الأرض وهلا رح نبلش بهي الماكينة مشان نطالعه مشان نعطيه للغنم هذا الحكي طبعا هاي الأداة بس يلا دي هو لو انك تكمل للأخير الأرض أفضل بس يلا بأنك حاط عامل خلاص خليه عامل مو حاط عامل طبعا أنا هيك نمشي نحن طبعا هون الماكينة هي ما بتركب لها عامل هاي المصيبة الكبرى فيها بس وفي ماكينة تانية إذا بدنا نشتريها كان بس مو ضروري هاي للأراضي الكبيرة بتمشي فتجمع هذا كله بتجمعه بالنص بصير خط احسن ما نضل روحين جايين ونرجع راسنا فبس تمشي انت فوق الخط خالصين سوي افراغ انا هو رح ننزل هون مثل ما انكم شايفين هون الغنم هي المرحله الاخيره من الغنم بس ضل بده جريس طبعا شايفين شو بدنا نقص هلا بس فضي هدول نزلهن فرغ انت لما ترفع يمكن لازم تمشي لقدام يا اما في عندك زر لازم تكبسه تيتفرغ اكيد عل لا خليك واقف عبد الغني ارجع لاني مو انا التراكتور قاعد يمشي لهذا شغلت عامل ليكون تمام الكبس اه ايه تمام ها شايفين طبعا هو ظل هذا القسم موجود سكر يا عبد الغني خير روحهم بيعوا او خلينا نتركه خلاص اتركوا روح امشي اتركوا قرب لقدام خلاص طبعا هذول راح يضلوا هم موجودات في حال بس تحتاج الغنم راح فورا يستهلك من هذول الموجودات الاربعه طبالي وطبعا في سنة على الارض بدنا يطلع لنا كمان طبليه اتوقع او طبليتين بيطلع منها تضل هم موجودون رح نوقف لهون حواج لان الفيديو صار جدا طويل هون عبد الغني الله يعطيك العافية خلص وشكرا كمان لسلمان اللي ساعدنا بالشغل كله معناه صار ايش نعبي مي وان شاء الله بكرة خلصنا من هون حواج بكفي ان شاء الله بكرة او فيديو الجاي رح يكون كيف نزرع البقر بس طبعا رح يكون عن فيديو جزئين لان زراعة البقر
كيف نزرع البقرة. زرع البقرة. يكون احنا وصلنا لنهاية الفيديو مثل ما انكم شايفين، طعمينا البقر وهي الغنمات، غنماتنا بعدة انواع. طبعا ايش الفرق بالانواع ما بعرف، بشوفكم اياه بالفيديو الجاي ان شاء الله، بقولكم ايش الفرق بين انواع الغنم والبقر مثل ما انكم شايفين هون. وهون طبعا نحب نشكر عبد الغني وسلمان اللي كان معنا ساعدنا في العملية والمزرعة هي كلياتها، وشكرا انكم عم تشوفوا هذا الفيديو لهي السنة وصلتوا، وان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون كيف نربي بقر. راح نجيب مزرعة البقر. طبعا راح يكون فيديوين، فيديو عن جزئين، لانه تربية البقر كتير صعبة وكتير ضخمة، وفيها كتير في عندك حليب يطلع منها ومي كتير، كمية مي جدا كتير يشربوا. فراح نتركها للفيديو الجاي ان شاء الله، راح يكون عن جزئين. بس المهم لازم شباب تعطونا لايكات لهذا الفيديو وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.